أستاذ، يا عزيزتي انت اليوم يعني كنت قاعدة كده ففكرت في موضوع إنه في قوة هي بتسيطر علينا نعم يعني عاوزة إن هي تأذينا، نعم وبنفس الوقت في قوة تانية اللي هي القوة الإيجابية اللي هي عاوزة تحمينا. كان في صراع ما بينهم، يعني أنا شعرت نعم بالطاقة دي. أي نعم فيعني إيه رد فعلنا تجاه القوة دي؟ هذه القوى، أريد أن أقول لكم شيء شبابنا، هذه القوى لا تأخذوها من يعني من تكبيرها وتضعيفها، يعني تضاعفها أقصد، هي فعلا تحدث، لكن القوة الثالثة، انتبهوا على الذي نقوله، القوة الثالثة اللي هو الضوء الأبدي الذي هو أنت الضوء الأبدي، أنت الحرية الأبدية، أنت القوة الأبدية، أنت السلام الأبدي، فهذا التصارع يحدث مع هذه القوة التي هي الضوء، فأنت تقومين، يعني مثلا عندما تعيشين هذا التصارع هو حقيقي لكن ضعيف، وأريد فقط أن أكرر، لا تقومون يعني أنه تكبرون أو تضاعفوها، هو أساسا ضعيف، فأنت أثناء هذا التصارع ترتفعين إلى الضوء، ترين أنت نجمة ضوئية في أعماق السماء أو في أعماق الكون، صافية هادئة جدا. لاحظي هذه القوة الثالثة أو نسميها القوة الضوئية. ففي هذا الصراع القوتين أنت لا تنجذبين باتجاهه، وإنما أنت تقفزين فوقهم. عندما تقفزين فوقهم ما تقدر تبقى تتصارع، يعني القوة السلبية سوف تضعف، يجب أن تضعف. ليه يجب أن تضعف؟ لأن أنت القوة الكونية قمت بعمل اتحاد إلى الاثنين، هذا مهم، القوة السلبية والقوة الإيجابية، أنت صعدت فوقهم عن طريق البناء الإيجابي، فممكن أنت تبنين صورة وأنت نجمة ضوئية أو أنت جسم ضوئي بحجم كبير في أعماق الكون، وهذا الجسم الضوئي ممتلئ بالهدوء وممتلئ بالسلام، ومن هناك أنت تراقبين الأحداث الكونية، يعني أنت تكونين، أكرر، طاقة كونية بانية مع الكون، وأنت المراقبة، في حين في هذا السؤال أنت كنت تحت سيطرة القوتين، تلاحظين الفرق؟ فنعم، يعني القوتين تحدث صراع، لكن أنت عندك السيطرة المطلقة، أريد أن أقول شيء شبابنا، السيطرة المطلقة. في حالة يعني بعض الأحيان مثلا شخص يقول أنا ما أقدر أصعد، ما عندي ممكن كل القوة أن أصعد فوق القوتين، ممكن هذا يحدث، فماذا تفعل هنا؟ تقوم بعمل هذه التفعيلات، هذه الجلسات، فهذه الجلسات تصعدك إلى الضوء، هذه الجلسات في غاية الأهمية، ركزي على هذه الأشياء العظيمة، هذه الأشياء العظيمة أمامكم ماذا تمثل؟ تمثل الأبدية، فتركزين عليها، ونصلي الصلاة التالية باسم الضوء العظيم، باسم القوة الأزلية البانية الخالقة لكل الأشياء، أنت ضوء أبدي، وأنت قوة أبدية، وأنت النجاح الأبدي، وأنت الإبداع الأبدي، باسم طاقة البخور، وباسم طاقة الأحجار الكريمة، وباسم طاقة النار، وباسم طاقة الماء، وباسم طاقة الهواء، وباسم طاقة الأرض، وباسم طاقة الورود،
ترتفعين إلى الضوء، أنت بانية مع الكون، أنت قوة أبدية، أنت فكر الكون، أنت روح الكون. الآن ماذا أريدك أن تعملين أو تؤدين أو تطبقين؟ تقومين بالتالي: ترين نفسك نجمة متلألئة ضوئية في أعماق الكون وتتبعيني. يعني أنا أقول الكلمات وأنت تتبعيني، لكن أنت هناك، أنت النجمة الضوئية في أعماق الكون. نبدأ. أنت هذه النجمة الضوئية المتلألئة، فيك حولك ضوء، أنت طاقة أبدية من الإبداع ومن الذكاء، أنت فرح أبدي، وهناك أنت تعيشين الصفاء الأبدي، وهناك أنت تعيشين الهدوء الأبدي. كل شيء هناك هادئ، فيك حولك هدوء ومحبة، كل شيء هناك يعيش الصفاء ويعيش الأمان، وأنت أساساً أنت الصفاء وأنت الأمان. ومن هناك أنت ترين أيضاً الحوادث الكونية، فانظري حولك. نعم، انظري حولك، تجدين نجوم أخرى تضيء الأكوان. نعم، هكذا. وأنت ضمن هذه النجوم، مع هذه النجوم تضيئين، تتلألئين بضوء أبدي، إنه ضوء الأبدية. فهذا هو أنت، أنت هناك في أعماق الكون، تعيشين صفاء وتعيشين حرية أبدية، ما فيه لا ماضي لا حاضر لا مستقبل لا ظروف مادية، مش موجودة. أنت هناك تعيشين إبداع، ذكاء، سلام، فرح، هذه هي حقيقتك. أنت ضوء، أنت هذا الضوء الأبدي، وتستمرين حياتك تعيشين الضوء وتعيشين الأمان وتعيشين الهدوء، وكل شيء حولك يعيش الأمان ويعيش الهدوء. تنفسي الآن من هناك، تنفسي ضوء. نعم، تنفسي من أعماقك، تتنفسين ضوء، وكلما تتنفسين ضوء تزيدين الأكوان بالضوء. نعم، هكذا، أنت قوة ضوئية. تنفسي مرة مرتين من أعماقك، وأنت ترين أيضا في كل نفس تتنفسيه هناك ضوء يخرج، ينبعث من أعماقك ويملأ الأكوان. هذا هو أنت، أنت الضوء الأبدي، أنت ذكاء أبدي. الضوء يرمز إلى الذكاء، ويرمز إلى السلام، ويرمز إلى الخير، ويرمز إلى المحبة الأبدية، ويرمز إلى القوة. فأنت هو الضوء الأبدي. فقولي، قولي هكذا، قولي: أنا الضوء الأبدي، أنا الضوء الأبدي، أنا أعيش الحرية الأبدية. هناك أنت النجمة الضوئية. أنا أعيش حريتي، أنا أعيش قوتي، أنا أعيش ذكائي الأبدي، أنا أعيش فرحي الأبدي، أعيش الأمان، أعيش السلام. أنا مركز الأمان، أنا مركز السلام، أنا مركز الفرح الأبدي. هذه حقيقتي، هذه حياتي، هذه أنا. هكذا تقولين: هذه أنا. وترين حولك، كل شيء حولك يباركك،
وأنت أيضا تباركين كل الأشياء، أنت تباركين كل الأكوان، والأكوان كلها تباركك، أنت تباركين كل النجوم الأخرى، والنجوم الأخرى تباركك، وهناك في أعماق الكون أنت تعيشين حياتك أبدية. قولي الآن: أعيش هناك في أعماق الكون حياتي أبدية، ممتلئة حياتي بالسعادة الأبدية، ممتلئة حياتي بالجمال الأبدي. هذا هو أنت، أنت ضوء أبدي، وهذا لا يتغير أبدا، هذه حقيقتك الأبدية. قل الآن: آمين آمين آمين. ونقول: آمين آمين آمين. فهل تلاحظون؟ هذا نحن، نحن الضوء، حقيقتنا ضوء. هذا الضوء محبة، هذا الضوء سلام، هذا الضوء قوة، هذا الضوء إرادة، وهذا الضوء بناء. تعرفون؟ يبني. نعم، الضوء يبني، الضوء يبني ظروف عظيمة، الضوء يبني أكوان عظيمة. هذا هو أنت.